السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عازي السيد المحافظ نقل سيارات الأيمن والأيسر إلى ساحاتهم القديمة. بس مع الأسف يعني ماكو تجاوب، يعني اكو سواق التزموا واكو سواق ما التزموا. أبو الأيسر لازم يجيب النفرات ماله ويزتهم هنا، الركاب ماله يزتهم بالأيسر. وأبو الأيمن يزتهم هنا العبرية ماله، حتى أبو الأيسر يركب سيارات الأيسر. وابو الايسر يركب سيارات الايمن اذا يريدوا على الايمن، حتى يصير يستفادون الطرفين يستفادون. احنا لحد الان هاي الشغله صارت يعني ماكو، هسه ابو الايمن حيحمل على الايسر، وابو الايسر حيحمل، صارت مشكله عندنا ما يعني خربطه بخربطه، ماكو اي تفاهم. بالنسبه للغاز، الغاز اكو مسدود الساعه التسجيل حاليا، مسدود تسجيل تجهيز المركبات اللي ما مسجله، مسدود التجهيز. اكو تجهيز على 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 الجهاز الالكتروني الموجود اسمه موجود ياخذ حصته مال الغاز، بس ما يوزعون يعني ضعيف يعني بالاسبوع ما يوزعون مره البنزينات، حصه قليله ما يوزعون بالاسبوع مره، ما يوزعون غاز، يعني تروح على البنزينات يقول لك ما عندي غاز. زين هذا عيشتري من اسواق سوداء ابو النقل، وابو النقل هو المهم يعني، يعني ابو النقل هو المهم، لازم المفروض يتجهز بالغاز. 90% سيارات مدمره يعني، خلوا بالك يعني سيارات نصر. نرجو من المسؤولين والسيد مدير فرع المنتجات النفطيه ان يتابع هذا الموضوع للغاز والبنزين حتى تفك لنا هي الازمه مال الغاز والبنزين. واكو بنزينات الاهليه، بنزينات الاهليه مثلا استلم حصه ما يوزعها كلها، وزع له مثلا 3000 لتر وسد الباب قال خلص البنزين، هو حصته اللخ يبيعها اسواق سوداء. ايه ما حد عايشتغل صحيح، من جوا العبايه يبيعون، عندهم جماعه يشتغلون يعني يشترون من عندهم بعد الدوام بالليل يجي ياخذ الغاز بنزين منه، الغاز منه ياخذوه يبيعون اسواق سوداء. بالنسبه للبنزينات الاهليه، اما الحكوميه لا والله شغل مضبوط وجيد. ها؟ الغاز من عندكم عاد تشتروا؟ اي نعم نشتري من جيبهم. يشترون من جيبهم مسواق سوداء يشترون، عاد اقول لك هسه السائق شهر لا توزع محطة السائق ديروا على البنزينخانه ما يلقي حصته، شو يسوي يبطل؟ يروح يشتري اسواق سوداء يشتغل. 140 لتر بس ما يعطوني. ما يعطوهم اياها. بالذات النقل نضر النقل بها، النقل بالاحرى نضر النقل بها. يعطونا بالشهر لان هذا مسافات بعيده يسوي. احنا سواق ساحه جديده، حمل من جديده اصلاح تموز، جو منعوا الساحه ما لها اي علاقه بباب الطوب. احنا عندنا سوق الجديده نحمل اصلاح تموز مشيرفه هرمات، جو حولونا على باب الطوب، انا باب الطوب اجي عليه اللي وين اروح به؟ احول النفراتين ردي احولهم على اليسر، وابو الايسر يطلع بوجهه يعبر. المساله انظر بها بس ابو الايمن، ابو الايمن يعاني معانتين اني اجيبه من تموز او من جامع الملك 7 كيلوات 8 كيلوات اجي زدته بباب الطوب. وابو الايسر يعبر لي بس يعبر الخامس ويطلع بوجهه. رد يحمل ويجي على باب الطوب ياخذ نفراتنا ويمشي. فنطالب الجهات اللي صدرت هذا القرار بالتريث. الغاز المنتوجات هاي وبالنسبه للغاز، والغاز هسه احنا نشتري اسواق سوداء. كل شهر لتوزع 3 محطات. الـ3 محطات تمسك عليها سراك وبعض الشواق يطلعون يباتون. هذا هو ما عاد اقدر. السبب ليش ما يسلمون؟ والله السبب يقولون حصه ما موجوده او تيجي حصه قليله. زين الحصه لو قليله او غاز ما موجود، هذا الشارع الغاز اللي يعني يشتريه من الشارع هو مال بنزينخانه. شلون يطلع ينباع برا؟ هو مال بنزينخانه، فوله من البنزينخانه نفس البنزين نفس الغاز اللي نستلمه بالمحطه نفسه اللي يطلع نشتريه من برا. اي جهه اللي عطلعوا تبيعوا برا؟ متفقين بيناتهم؟ بيناتهم متفقين. اخي يوزع له يمكن يوزع له 20 كيه 25 كيه، يفوت له كم لوري نزل عارضه انتهى المنتوج. هم جايبين لك 20 جريكان هم. خط 17 تموز مشيرفة، احنا نعاني، احنا خطنا عندنا خطبة جديدة ننقلهم من الايمن على الجديدة، خط يعني ما على اليسر داخل الجديدة. جاء اول بارحة ضابط طلعنا مغادي، احنا بينا 60 كيه 70 كيه، طلعونا مغادي قال تروح انت على باب الطوب. زين انا من اروح على باب الطوب، المواطن من يجي على الجديدة يجي من الجديدة يصعد ب 500 مغادي يجي على باب الطوب يرد النوب يرجع على مشيرفة، هاي وين صايرة؟ هو خطه غادي بالايمن. احنا اصحاب عوائل،
احنا اصحاب عوائل ورزقنا على الله، ثم بنقول على سياراتنا. احنا ما واحد واثنين، 70-80 واحد رجعنا على باب الطوب الحمد لله. السحسوب باب الطوب رجع، واحنا نتمنى ترجع باب الطوب، لان باب الطوب ابو الفقير. هسه باب الطوب رجعت بس ما التزموا ويانا، يجي ابو الايسر ابو رشيديه يطلع على النصر، يجي يحمل من النصر وعلم شرفه يرجع هنا، يرجع من هنا يحمل النوب مرتلخ. لازم نريد ابو الايسر يجي هنا يفرغ باب الطوب، واحنا ابو الايمن نحمل من هنا نرجع على تموز. بالنسبه للغاز، معاناه الغاز ينطونا يوميا 40 لتر هذا بس بالاسمي، بس ما نستلمه يوميا، بالشهر ينطونا 4 أيام 5 أيام ويقطعوه علينا. ينطون جماعة المولدات شهر ولنا ما ينطونا، نشتري أسواق سوداء، غاز مال دورة كله نشتري من أسواق سوداء، كله مال بنزيخانات مال المحطات. هو نفس اللي نفوله، نفس اللي نفوله احنا، يطلعون يبيعوا أسواق سوداء، ينطونا يومين ثلاثة ويرجعون يقطعوا علينا. هذا ما يصير، هذا ما حق هذا. يقولوا منعوا أسواق السوداء وديحونا، لا بنزيخانة ولا أسواق سوداء. منعوا أسواق سوداء يرجعون يبيعوه بغير مكان، واحنا ما ينطونا غاز. ما يصير يجي، يسووا لنا حالة، هو مصدر قرار هنا على باب الطوب. غير ترجع كل المواطنين جاي، كان الغاز من نستلمه من البنزيخانه ب 9، اسواق سوداء نستلمه ب 13 نشتري، فرق 4000 دينار. يعني متفق البنزيخانه وعراق؟ اي نعم، اي نعم متفقين، بنزيخانات متفقين. يبيع اسواق سوداء، اول من انطونا الحصه كان الغاز كثير، كان يتوسل بينا ابو المحطه يقول تعال اشتري تجاري، تجاري جاي كان ب 10. هسه ما ينطينا لا تجاري ولا حصتنا. ما ينطينا سعر، سووا لنا حل، هم المنتجات النفطيه سووا لنا حل. صدر هذا القرار ينطونا حصتنا، يوزع للكوسترات، يوزع للكياد، يوزع للوريات. احنا من يوزعون نقف سر 3 ساعات 4 ساعات ما نحصل. اللي جابنا على باب، شنو ذنبنا احنا؟ اللي جابنا على باب، اللي جابنا على باب الطوب خلي يسوي لنا حل. دعك هسه العالم هنا من ترجع على العالم؟ ترجع على الانقاض، يرجع البسطات، يرجع المحلات، يسوي لنا شوارع، يبلط لنا شوارع على باب الجديد، شوارع مكسره بس نطالب هالبسطات، يبلط لنا الشوارع مال المستشفى مال حي النجار. احنا خطنا مستشفى الجمهوري والعام وحي النجار وتموز، هذا شوارع كلها مكسره، شوارع كلها مبلطه، سياراتنا راحت، سياراتنا تدمرت، منطقه الفاروق، عذره الساده، سرشخانه، جامع كبير، هذا خطنا الرئيسي، هذا لازم يبلطون لنا اياه. ترجع العالم كله، هاي اهل القديمه، هاي العالم الدمره شنو ذنبها؟ احنا من نبر الدوره مال الرفاعي، من دوره الرفاعي سووا لنا حل اخويا، دوره قاسم الخياط، شول، منطقه منكوبه، لا شارع، كل شيء ماكو، كل شيء ماكو، بلديه ما بيها، عامل بلديه الصبح نبر على الجسر. احنا باكر عندنا اشتراكات وعندنا طالبات مال جامعات ومال كليه، احنا وين من نوديهم؟ يقول لي لازم تروح على النصر او نجي من هنا، ما يعبرنا، يسووا لنا حل، يسووا لنا كنا باجات، يسووا لنا حل. موصلش كبرى المسؤول اللي يصدر قرار لازم يطلع من حق قراره. مدينه ماسكتها منظمات، والمنظمات باكر ينتهي العقد، وين نحط الزباله بجيوبنا؟ بالنسبة للغاز عندنا يعني معاناتنا يعني قوية حيل، والمنتج تستلم الغاز ما يخليك انت حصتك 40، ما يخليك تاخذ، اكو تانكيات تانكي ما ياخذ 40، يقول لك ابد ما تاخذ، قلنا حصتنا 40، وبالشهر يجي مره، بالشهر يجينا مره الغاز. ارجو ان يعني يساعدونا بالغاز، من ينطونا الحصه، من ينطونا الحصه، اكو تانك صغير ما يقبل ينطيك يعني بالدبيه بالجريكان. وبالنسبه للساحه، حولون الساحه ما كامله، الساحه ما كامله، السقايف مكسره، الشارع مكسر، نفر ما يجي، معاناه النفر يعني دا ينزل من سياره لسياره، قبل ننقله من باب الطوب ينقلوا التموز او الجديده بنفر 500، هسه على النفر دا يصير علينا ب 1000 دينار. من دا يصير نقلتين يعني النفر دا يصير علينا ب 1000 دينار، والنفر ما يجي. باب الطوب فارغ. وباب الطوب فارغه، بالنسبه اللي شوف باب الطوب فارغه. ما بيها نفرات. زين الغاز شلون تدبروه؟ الغاز يعني دا نشتري جريكان ب 12. وما يصرف يعني بال 12 وما يصرف، ولمن تجي على البنزيخانات كلها معزله البنزيخانات. ويوزعون بالشهر مره يا مرتين. وحصة ينطيك هي ما ينطيك بالجريكان، تانكي ما يكفي، يقول لك هاي مشكلتك.
هسه انا لما رجعت للنبي يونس غير رجل منطقتي اكو جماعه يوصلون حاسوت، جماعه سومر، جماعه يوصلون التعميم، جماعه يوصلون الشقق، جماعه يوصلون الكرامه القدس. هنا ماكو خط، ماكو خط على هذا الخط، وهذا السائق يحتار ويصب بيروح ويصب يجي، كل واحد خط بواحد. جزاكم الله خير وبارك الله بكم. انا راح اروح مشي، ما اركب بالكيه، ما عندي فلوس 500 اركب من هناك 500 ألف دينار، بدي اتمشى للجسر واعبر من الجسر وامشي. واما المواطن العادي النفط الابيض اللي لحد الان ما استلمناه. النفط الابيض على اساس الحصه انطونا البطايق ما انطونا، بعد لحد الان ما وزعونا. زين يعني؟ نشكر من الحكومه الذي تقدم معاناه المواطن، والله اخي بالنسبه لي محطات الوقود انا ما موقف، ما عندي سياره، انا عندي رقم 11. ما اعرف عنها كل شيء، بوك، نهيبه، كل من يطق قرايبه، كل من يطلع عمه، واسطات، هاي المعاناه الموجوده. اخوي بالنسبه احنا سواق الكيات. يعني احنا سواق الكيات احنا حددنا يوميا 40 لتر. محددين يوميا 40 لتر، ال 40 لتر ما داعي ينطونا اياها، كل شيء ما داعي نشوف منها. يعني عيبوقونا عيني عينك. عندك البنزينخانه مال الزراعه يوميا احنا ما عندنا حصه، يقول لي تعال فول ننطيكم تجاري، الجلي كان يحسب لنا اياه ب 15000. احنا ما بينا حيل، يعني احنا تعبنا، واحنا بالنسبه لنا احنا هو مركز المدينه صار النبي يونس. الغاز جاي يجيبون حصه 20 جريكان ويوزعون الكيات واحنا نظل. جاي نشتري الجريكان ب 12 و13، والله شغل ما صرفنا. بجي توفرون الغاز الواير. ايه. والله جاي نشتري سواق سوداء من الشارع، الجريكان ب 13 وب 12. وشغل الناس شوفت عينك، حق علي باب الطوب يعني. بنزينخانه توزع 20 كيه وتبطل. 30 كيه وتبطل. سد الباب، عازل ماكو. الايمن كله ما به محطات. مال غاز وايد. هو انا هسه جاي نشتري من الشارع مشترى الله وكيل. بنزينات لا جاي يوزعون سيارات صغار بنزين موجود، ازدحامي والله. هم سرى طويل ما يفول يومين يحجز يلا يفول. يا محمد. اي والله. اي ريد غاز يوفروا لنا غاز الوايل. غاز وايل خلاص ماكو، نشتري سواق سوداء. يعني تتوقع ان السوق سوداء متعاملين ويا بنزين خالد ويتفقون ويبيعون؟ والله هذا ما نعرف، هي مبينه. مبينه يعني اللي قاعد يبيعون هذول ما يوزعون وين جاي يروح الغاز؟ نفسه لا المواطن قاعد يستفاد الغاز ولا قاعد نشتري من الشارع. شغله البنزين والبنزينخانات سيارات على التقف سرى اسمد وقود يعني حيل كثيره. ساعات وراحات يقفون على البنزينخانه يلا يستلمون الحصة مالهم مال البنزين. النفط مال البيوت، الحصص مال البيوت. البيوت وزعوكم؟ لا بعد. ما وزعوا. انطونا بعد بطاقة. البطاقة. عاد ما معلومة متى يسلمون الغاز. يعني السنة كلها يا يوزعونا. سوق سوداء شنو رأيك فيها؟ سوق سوداء ليش احنا محصلين ما من عند الدولة حتى انطونا مال سوق سوداء؟ سوق البلاء. نشتري. شراء. البنزينخانة نقف عليها طوابير عما نحصل البنزين. نيجي على البيت على البيوت مالنا ماكو نفط ماكو غاز، نفط ما يطعونه هو الا بسوق السوداء، ونحن نشتري سوق السوداء. وخير ما بينا ما يملك له 1000 دينار بالبيت على ما يشتغل ويشتغل ابابون ويجيب له 5000 4000 دينار. نطعي للغاز الا نطعي للبنزين الا للكهرباء، الحياه زفت في زفت في المحافظه عندنا صراحه. طوابير يا عين طوابير، حوالي واحد يقف من الساعه 6 ما ينتهي للساعه 10 الصبح 11 الصبح، يعني اربع خمس ساعات عم يفولوا بنزين. هاي بالنسبه للبنزين، البنزينخانه. زين؟ ايمتى مفول؟ ايمتى يشتغل؟ حتى يطلع واحد على باب الله يسبب الله رزقه. يعني حياه ما خش حياه، حياه قاسيه، معجزه، ازمه بنزين، ازمه حياه ما خش حياه ابدا. يعني ما كنا هكذا قبل، كانت حياه طبيعيه وتمشي العبرات،
ما حد يلبينا طلب، اي مكان نتجه ما حد يلبينا طلب، لا دائره لا مسؤول. ها نجي على ثانية على تنظيف باب الطوب، داخل عليه باب الطوب، نتمنى منه يجون اصحابين الدكاكين يفتحون المحلات. المحلات ويني؟ حتى اصحابنا يجون يفتحون حتى يستنى الشغل. نطلب من البلدية ان يساعدون ينظفون الشوارع، يجون هاي السوق الاربعاء كله تابعين البلدية، المفروض هذا ينبني على حساب الدولة. هاي صار له سنتين سنة ونص متروك ما حيجي بجنبه من البلدية. غاز ماكو، غاز تقى في البنزينخانه طول 4 ساعات، يا تفول يا ما تفول، والمشتكي لله الواحد قهر. وين البنزين؟ والله ماكو، امانه الله ماكو لا غاز ولا بنزين. ها يعني مصيبه صعبه، يعني حاله صعبه، حاله يرثى لها. الكلام ما يوصف كلام انا نشوفه. والله من الصبح لحد الان واقفين ما نحمل. امانه الله حتى غدوين ما تغدينا. لا ماي. احنا من الايسر هسه ما نقدر نعبر. والله هسه احنا من الايسر ما يخلونا نعبر الا بوصل. واذا وصل ما يجي سرى مالنا، ايش نعبر؟ المشتكي لله الواحد القهار. يجي بكوستر، ينزل نفراته يعطي 1000 دينار ما ادري شلون، قصه وصل 1000 دينار ويمشي. واحنا مرينا مشحونين، حتى مشحونين. والله مشحونين امانه الله. لا نار ولا دخان. النفط عن شتيسه سوداء. متفقين مع بنزي خانات يقول له يبيع له 20 سياره 30 سياره ها وتقف. والله خلص الغاز، والغاز عينباع كله سوق سوداء بالمحلات. زين الغاز نفسه والله العظيم نفس الغاز. مين حيجيب هذا الغاز؟ مين حيجيبه؟ نفس الغاز. يا وزير النفط، يا عبادي، يا رئيس الوزراء، ارحموا الموصل، ارحموا الموصل. فجعنا فجع، والله فجعنا فجع. والمشتكي لله واحد قهار. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ما يحكي حق، الباطل مبين والحق مبين. والله العظيم يعني المشتكي لله واحد قهار. والله يجي ايش يقول؟ ايش تحتاج؟ ليش انت لما عندك عائله ببيتك ها ما تفهم عائلتك ايش تحتاج؟ بيتك ويقع. الله ينتقم منكم، الله ياخذ حقنا منكم ان شاء الله، الله تعالى يكون ان شاء الله ياخذ حقنا منكم. كلكم مجرمين، كلكم ما خوش اوادم. لا والله بس بيعكم الفلوس بس. لا قاس وتاليها ايش يعمل؟ تاليها تروح ينزل جو على ويا يستبيده وما يستبيده. ده حق الله سبحانه وتعالى يقول بالقران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم. ما قال ما ملكناكم. يا حظي ودعمونا لهذا البلد، وهذا بلدكم، هذا امانه، هذا معاه من تحكي. الله ده حد اقول لك، طالما اكو عداله رب العالمين وكله ما تروح، ما يروح رب العالمين ابد. مناصب والله، وناس وساع عنده منصب، والتالي هذا الفلوس اكو مثل تقوله ما قد يعني مثل بالعامية، كلب اللي واهلين ما ينحوي الا كل واحد عنده جنسيتين. والسلام عليكم. السلام عليكم يابا، احنا نريد نفض هاي شغلة الازمة مال البنزين. يعني انا سائق تاكسي اطلع يوميا، اطلع الساعة 7، الساعة تقريبا بالعشرة هيك اخلص بنزين، اجي اقف سرى ساعتين وساعتين ونص، واكثرية البنزينخانات ما دها تفتح. ولما تفتح احنا كساب، يعني سائق تاكسي على باب الله اشتغل بالنهار، يعني حتى كراي ما تسوى بنزين، يعني فدنا بازمة الزحامات مو تحمل. فاريد تفضلنا هاي الشغلة شوية، يعني شوفون الناس كذا شوية تفضلنا، يعني البيع البنزين يجي ياخذ له 200 لتر 150 يفول ويطلع يبيعه. لعاد احنا يمتى نفول يمتى نكمل؟ الله وكيلك، هاي يومين اجي افول الساعة 4:30 5 تعزل بنزين خانة.
يعني هاليوم جيتها من يا لحق يا ما لحق الساعة 4 ايمتى يعني افول سبب الازمة يعني هاي بيعت البنزين والبنزين هذا الموضوع للتاجر بقضية الموصل بالنفط والله هذا الموضوع انا ما عندي علم بيه بس هو يعني احتمال هذا يكون سبب احتمال بس هو السبب ما نعرف السبب لانه ما نقدر نحكي شيء ما شايفينه اما الازمة مو وراء كثرة بيع البنزين من كثرة هذول اللي دافعون باليوم مرتين ثلاثة هي هاي المعاناة مالنا نريد شوية نحلها نريد تحلونا اياها شوف شلون تخلصونا من هذول يبيعوا يعني ما نريد نقطع رزق احد احنا كلنا على باب الله نتمنى من ال يعني المسؤولين والهذا يشوفونا للتاكسي ترى الناس يعني ظروفها زحمة انا بالنسبة لي صاحب عائلة طفل مريض يعني شو وقت اشتغل شو وقت اعيش شلون يعني زحمة زحمة شغل التاكسي نقف ساعة ساعة ونص ايه؟ راح الشغل علينا عامل البوزر يعني هو عامل الماكينة الواقف على البوزر لأن أبسط شيء لأن هو سم راح يفول أكثر سيارة من السيارات الحديثة العالية تأخذ 80 لتر إلى 75 لتر أو إلى 60 لتر تأخذ السيارة كلش كافي تأخذ وتطلع وتنطي حسابها على حد الكامل بس أنت من تنطي اللتر ب 500 دينار تنطي هو اللتر مخصص من الحكومة المركزية ب 450 دينار وبعدين تنطي ب 500 دينار تنطي 100 لتر تنطي 200 لتر بالطبع السوق السوداء راح مثل ما يكون راح يعني تكثر الأزمة وراح هو يفول ويطلع يبيع سوق سوداء ويصير هذا الازدحام والازدحام الكثيف الموصل هو على بنزي خانة الشلالات بنزي خانة الشلالات الازدحام الكثيف أنا قرب بنزي خانة الشلالات مثل ما يقول تجارتي قرب بنزي خانة الشلالات مكتبي وداري مسكني العفو قرب بنزي خانة الشلالات بس هو الازدحام الكثيف الازدحام على بنزي خانة الشلالات لأن هي وموظفيها ينطون اللتر البنزين ب 500 دينار للجماعة السوق السوداء وهم متعاونين مع جماعة السوق السوداء كثير 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 والسوق السوداء صاير في هذا الشارع حصرا والقوات الأمنية تعرف والسيد المحافظ يعرف وكلهم يعرفون يعرف يعني هو الشارع هذا يعني السوق سوداء صاير كل المحطات تنطي بس ما تنطي بهالكثافة هذه بس والله هي ما هذاك النظام لأن يعني ساعة وساعة نحن نسميها ما بين يعني بين قوسين ساعة يمشي بالسرب الصحيح وبالنظام الصحيح كما تشاهدون وساعة يسلت بالسرة يجي يقول لك أنا هذا عسكري وهذا عسكري وهذا غير عسكري وهذا ما أعرف إيش وهي امرأة فنحن يعني نطلبه من جميع المسؤولين ما أحدد لا محافظ ولا قوات أمنية جميع المسؤولين حتى نحن المواطنين اللي ما لنا داعي بالقوات الأمنية نثقف نفسنا نحن ما نخلي أحد يبيع بنزين بالسوق السوداء بالشارع ولا والله يعني أقول بين قوسين مع احترامي يعني عيب يعني واحد يبيع سوق سوداء لابن عمه ولا ابو خاله ولا جيرانه بسعر سوق سوداء ونحن دولة نفطية وبالأخص أهل الموصل يعني عندنا منتوج عنزالة وعندنا منتوج بيجي وعندنا عايجينا منتوجات من جميع يعني ما يصير يعني والله ما أعرف إيش أقول يعني والله عيب يعني نحن على قناة فضائية نشتكي من البنزين وإحنا دولة نفطية لا بنزين ولا غاز ولا غاز الغاز يجوز توفر بس الغاز لسه ما حد عنده والبنزين كما تشاهدون شوفوا السرة مع البنزين وانا ما احكي انت محكوا يعني انا 3 ساعات او ساعتين اخذ سرة وانا صاحب عمل وصاحب دائرة استرخص من سيد المدير مالتي خل الاستاذ اطلع اخذ بنزين يعني يضحك والله يعني جريمة نحن دولة نفطية وبالاخص نينوى يعني منطقة المنكوبة المفروض كل محافظات العراق ينظرون نظرة عطف لأن الشهدوء أهل الموصل ما مثل باقي المحافظات والله لا يضرهم إن شاء الله بس نحن يعني مفروض ينظرون نظرة عطف
خلي يذكرونا شوي اهل الموصل، خلي يداومون بنزين خانات اهليه فارغه، بنزين خانات الاهليه خانه في سبيل ينطون ينطون بسوق سوداء ب 500 دينار اللتر، ياخذون 100 و150 لتر. بنزين خانات الاهليه فارغه اخي، بنزين خانات الاهليه فارغه. هسه اروح من تنفتح بنزين خانه الاهليه كان سراكه، كان سراكه مثل ما يقول فردي او زوجي تروح تفول خير منور. ماكو فردي بزوجي كله يعني فوت تفول 80 لتر تفول 50 لتر. عامل عامل البوزر، عامل البوزر 40 لتر، 40 لتر حصه المواطن. من ناحيه هاي البنزين خانه بلا بيها، بيها سلطان، بيها كل شيء. هذه البنزين خانه والله دمرتنا، والله قطعت رزقنا، والله من يصير سرى مقابيل محلاتنا والله العظيم دمرتنا. لا نبيع لا نشتري، تكفى قلبنا هذه البنزين خانه. بعض المواطنين يباتون، بعض البياعه ما اخذ، ما اخذ بعض المواطنين اهل السوق السوداء يقفون على البنزين خانه في سبيل ينطون البوزرات، الموظفين البوزرات ينطون ب 500 دينار اللتر، ولا باقي البنزين خانات كلها ينطون بصوره صحيحه ويفتحون ويوزعون بصوره صحيحه. اخي والله تعبنا، والله ملينا من هالبنزين خانه. يعني اكو جهات متعامله ويا جماعه. طبعا طبعا طبعا، لان يعني استاذي العزيز المحطات الاهليه، المحطات الاهليه بنزين متوفر بيها. هسه هذول البياع شرايه كلهم من عيجيب بنزين، حتى اذا يدخل بدون سره من عيجيب بنزين، لما مره ومرتين وثلاثه وخمسه يفول، ماكو واحد يجمع له خزين 1000 لتر و700 لتر و800 لتر و1500 لتر. انا ما اطيق اجمع لي جريكاب واحد ابو الخمس لترات، ما اقلك بال20 لتر، ما اطيق اجمع لي بالبيت. والجماعة كلهم مع احترامي اللي يعني اللي بعض النفوس الضعيفة، خليني أقولها بعض النفوس الضعيفة اللي كان أذت أهل الموصل فوق ما الظروف اللي يعني اللي عشناها من 2014 2017 والنكبات اللي جتنا، يجينا مواطن ضعيف النفس مثل ما أقول يبيع السوق سوداء. ليش؟ زين نحن إيش ذنبنا؟ أنا ابن المجموعة أستاذ العزيز، أنا ابن المجموعة. لحد اليوم محطة تعبئة الثقافة ما تعمرت، اعطوها مهله 90 يوم وال90 يوم انقضت ولا تعمرت بعدها هيكل لحد الان، وهسه تجوز تطلعون تصوروها. فوين الـ وين البنزين؟ البنزين حيتوزعهم من الثنتين للساعة 12، من العفو من الساعة 2 الصبح للساعة 12 الظهر وانتهى البنزين. ليش؟ ليش 36 ألف لتر تخلص؟ إذا تخلص الله أعلم. اخي العزيز، يعني احنا جينا اول البارحه، اول البارحه جينا احنا نفول البنزين، قالوا الساعه 6 خلص البنزين، رحنا على غير بنزين خانات، السره مقلوب قلاب. زين ماكو بس بنزين هنا، وعندك مال حي شو اسمه هذه الجزائر. زين الاهليه كلها ما تعزل، بنزين ماكو. زين احنا بحي صدام صار لنا ثلاث ايام، من يوم الاحد والاثنين واليوم ثلاثه، صار لنا ثلاث ايام شيلوا البسطات مال جامع الزهراء، فوتوها بساحه. كل شهر يجي كل بسطة يريد منه 50 ألف. زين أنت هذا بال50 ألف القاعد إيجار إيش يسوي؟ إيش يسوي القاعد إيجار؟ أنا قاعد إيجار، جو شيلونا عزلونا بالساحة، يريد إيجار، إحنا بلا إيجار دوب عن ندبر معيشة وإيجارة البيت. زين هسه إذا بالساحة يدور إيجار إيش راح نعيش؟ زين هسه طلعت أنا صار يوم يد أشتغل بالسيارة، بنزين ماكو، هسه راح أدير راسي وأرجع على البيت. زين منو هذا؟ منو يعطينا المعيشة إيجار؟ زين اللي ياخذ راتب ما يفكر بالفقير، الزنقيل ما يفكر بالفقير. روح على حي صدام شوفوا شوفوا العالم شلون مفتحه بالشارع وما عاجبهم. رايه وجلي كانت موجوده ما يفيد، المحافظ حكى وقال قال قبل العيد ان شاء الله راح تفوض هاي السالفه وماكو، ومنعوهم يوم يومين ورجعوا نفس الشيء. تفوت انت على البنزين خانه، البنزين خانه هم نفس الشيء، متعاملين وياهم، متعاملين ويا اهل الجريكانات، متعاملين ويا اهل الجريكانات ونفس الشيء، ما صار اي حل. تقف لك ساعتين ثلاث ساعات، لو يجيك السره لو ما يجيك، يوزع لك عنده حد محدود ساعتين ثلاثه ويسدها، ساعتين ثلاثه ويسد، ما تستفاد منه كل شيء. بنزين خانه القاهره هي هاي البنزين خانه القاهره انت عشوفها. زين هذول البياع عشان ما يقدروا يمنعوهم، حتى العالم تقف تقف لك انت ثلاث ساعات هو يفول، تيجي انت الساعه تقف اخويا ساعه ثلاثة احنا نروح على البنزين، اكو 100 150 سياره قدامك حاجز، حاجزين لاهل البياع الشرايه، اول ما يفوت يفوتون هم يفولون، كلها تفول يفولون جلي كانت براحتهم.
يقول لك ما نوبات يفتش ونوبات ما يفتش. هاي سالفة البنزين اشتهي جاي القاهر القاهرية بين احنا يقرب شي القاهرة علينا. البنزين خانة المنهال الجزائر هو كلها تشوفها كلها واقفة البيع عشرية والجريكانات. بس منع الجريكانات والمحافظ حجة وما يفيد ما يفيد. الرون سايد هذا يجي يقول لك أنا منتسب، أنت قبلك ثلاث ساعات ويجي يقول لك أنا منتسب، يفوت يفول بكيف وبراحته ويطلع، ما يقدر تشي. تجاوز على الحقوق، هو يجي يقف قدامك أو يفتح له السيرة وحده. العالم والعالم واقفة ثلاث ساعات وأربع ساعات، من عدم ما يعزل فترة الغداء يعزل لك ساعتين وثلاثة. ما يقدر تحشي خويا. منين يجيب هذا؟ منين يجيب غير من البنزينخانه؟ لو ما عنده جوا واسطه ما يقدر يفول بكيف. اكو اكثر سيارات هسه انت لو تراقب العداد كل ساعه 40 ويطفيها ويدير له 40 يدير له 40 يدير له 40 لحد يوصل لل 200 لل 200 يوصل وهم يعرفوها بس ما حيقدر يحشي. ايش يسوي؟ يقول لك هذا 40 ويطفيها ويرجع يعيدها. تفول بالبيت وتفول. اي تفول. هو ما بس 40 يطفيها ويرجع يعيدها يطفيها ويرجع يعيدها. صراحة راح نتحدث بخصوص البطاقة الوقودية اللي توزعت لأهالي محافظة نينوى بتوزيع حصة وخصصت شركة المنتجات النفطية في نينوى 400 لتر لمحافظة نينوى. وقبل فترة قليلة شفنا السيد المحافظ التقى مدير المنتجات النفطية وأوعز لمدير المنتجات أنه لحد الآن ما موزع. المفروض كان توجيه المحافظ أن يوزع من بداية الرابع حتى قبل قدوم فصل الشتاء يكون توزيع شامل وكامل لأهالي نينوى لمادة النفط الأبيض. بالنسبة لي أنا عندي مقترح أن السيد المحافظ استجاب لذلك ووجه مدير المنتجات النفطية أن يبادر بتوزيع مادة النفط الأبيض بأقصى سرعة وبزيادة الكمية. أنا صراحة المواطنين ومن ضمنهم المواطن من محافظة نينوى ايضا أؤكد أنه لو تكون الحصة مو 440 لأن البرميل الغاز 220. فإذا ينطي المواطن برميل بالمرحلة الأولى يخلص المحافظة ويرجع ينطيهم برميل ثاني، ليش ينطيهم بالجليكانات والأوزان تكون غير منتظمة وبها تلاعب أو إلى آخره؟ هذا مقترح. المقترح الآخر أن البطاقة الوقودية كان يعني صراحة مدير شركة المنتجات النفطية مشكور أنه صح هذه كان لها موقف إيجابي حتى لا بعض الناس يستلمون في مكان ومكان آخر، هذا موقف إيجابي. هناك بعض الأمور اللي وجه إليها أنه عندما يكون قطع لمحافظة نينوى ولوكلاء المواد الغذائية مرات الوكيل عنده 500 أو 1000 عائلة أو 400 وإلى آخره حسب الأعداد يتوقف القطع وماكو خزين. يوم يتوقف القطع بعض الوكلاء عنده 100 عائلة ما استلمت أو 50 أو 40 أو راح يكون إشكال بين الوكيل والمواطن. يفترض بشركة توزيع المنتجات النفطية أن تنتبه إلى هذه الحالة وأنه الناس اللي ما أخذوا ينتهي الخزين المفروض تجهزهم بالخزين القادم اللي بعد هاي الفترة مباشرة بما فاتهم من حصة أو تنطيهم حصة دبل. هذا موقف. الموقف الآخر أكو بعض العوائل مثل موجود بالأيمن وساكن بالأيسر أنطابق طاقة وقودية الوكيل مالته بالأيسر المفروض يشكلون يعني فد لجنة معينة تسجل أسماء هذولة وتضيفهم على وكيل أقرب وكيل وهاي القائمة تدرج ضمن البودرة اللي عند الوكيل حتى ما يروح على مكان آخر أو إلى مكان آخر. الشغلة الثانية أيضا بعض الوكلاء مثلا بحي النور يحولون المحطة مالته في مكان بعيد في حي القاهرة مثلا أو في حي القاهرة والوكيل يقولوا له تستلم من الكرامة من منفذ التوزيع. هذا أيضا مطلب وتنتبه عليه شركة المنتجات النفطية. من هذا المكان أنا أدعو رئيس مجلس النواب العراقي من خلال جولاته اللي صارت للبصرة وبحث الخدمات في البصرة وتوجه للنجف والتقى مع الوزراء الخدميين المفروض يتوجه رئيس مجلس النواب العراقي لمحافظة نينوى والمحافظة المنكوبة ويجيب معاه وزير النفط ويجيب معاه وزير التجارة والخدمات والأمور الأخرى لأن نينوى أكثر حاجة بعد البصرة أو مثل البصرة بحاجتها لكل الخدمات النفطية المواد الغذائية. يعني بالنسبة للمواد الغذائية ترى بنينوى وبالشارع تتوزع مادتين. المفروض وزير التجارة مجلس النواب العراقي وأعضاء مجلس النواب يستدعون الوزير ويقول له تعال يا وزير عندك ميزانية تعال أبويا وفر لنا 4 مواد بالشهر وفر لي إياهن. أنا عندي 30 مليون عراقي مواطن عراقي المواطن ياخذ لتر زيت 30 لتر زيت وكيلوين من السكر للمواطن 60 مليون و3 كيلوات رز 90 مليون كيلو رز ومادة الطحين كذلك.
بعدين المواد الغذائيه اللي تجي يا وزير التجاره من عندك مبالغ، ليش تجيبون مواد غير صالحه للاستهلاك البشري؟ بالنسبه اني وكيل نفط، وكيل توزيع حصه النفط على المواطنين. قبل كم يوم طلع مسؤول بدائره النفط انه يقول راح نلغي وكلاء المواد الغذائيه ووكلاء النفط ونسويها يعني شلون كل من يروح يستلم حصته من اي مكان. فرجعوا راحوا على المحافظ وهذه حكوا وياه، لغى انه لغى بس وكيل المواد الغذائيه ورجع وكيل يعني النفط، يعني كم مثلنا احنا وكلاء نفط رجعنا على شغلتنا، اما وكيل المواد الغذائيه لغى. ما تنجمع البطائق التموينيه بدون وكيل المواد الغذائيه، هذا من باب. ومن باب ثاني انه حصه البنزين يعني يوم فردي ويوم زوجي، وبعض الايام نجي انه ماكو بيوم الفردي يعني السره قليل، ويجي ابو الزوج واقف له ساعه ساعه ونص سره، يصل السره اطلع برا انت ما تفول انت زوجي، ويجي غادي يجي غير واحد ابو 200 لتر يفول، يجي واحد منتسب اخونا بالله جرها ويا منتسب فتفول على ناس وناس. وهاي بالنسبه لصح هذول هم خطيه اصحاب الكوسترات والهاي والمواد الغاز وايل، يعني هم نفس الوضعيه، هم تعال صور السياره وصور ما ادري ايش على ما ينطي هاي ال 40 50 لتر، على بالك دا يملك العراق كله مو دا ينطي 40 لتر وبفلوسه. هذا اسويها انسيابيه ويجي فول كل يوم فضت خلص كلها. سوق سوداء يا اخي، سوق سوداء موجوده يا اخي. من وراهم الدوله وراهم، من وراهم من اكبر واحد الى اصغر واحد وراهم، كلهم مشتركين بالشغله ويبيعون الحصه وفضت خلاص. يعني هذا هو بالنسبه لحصه النفط مال المواطن مخصص له 400 لتر، 400 لتر خصص 100 لتر، زين انت من مخصص له 400 لتر وراح توزع 100 لتر، وزع له 200 عائله، الوكيل عنده 500 عائله، وزع له 200 عائله والله وتوقفت 300 عائلة باقها. ساعتين ثلاثة يلا فول بنزين. ايه. وما يصير يعني بنزينات الاهليه يوزع ساعتين ويرجع يعزل، بس بنزينات الحكوميه والبياع يوميا 20 مره يفولون، واحد ياخذ خمس حصص وواحد ياخذ حصه واحده حتى الله ما يقبلها. تجي على ابو البوزر ينطيك 40 لتر يقول لك ماكو بس 40 لتر حصه، يجي البياع ياخذ 200 لتر. ماكو عداله، هاي مو عداله هاي. كان عندي سياره كوستر بنزين، من ورا البنزين انا بعتها، كل ما تروح ساعتين ثلاثه يلا تفول. سبب هاي الازمه شنو؟ سبب هاي الازمه بنزينات الاهليه ما تفتح، والحصه يقولون قليله، كل ما تسولف ويا واحد يقول لك حصه قليله. وتروح تنام بالسره، تجي من الساعه 11 بالليل على مكفى على السره. زين هذول جماعه السوق سوداء. السوق سوداء هم كلهم بياع، يفول من البنزينات ويجيب بالشارع. شلون يفول؟ اتفق وياهم شنو؟ هو غير منتفق يا ابو المضخه؟ منتفق بكبره. شلون عجل يفول؟ عجل ليش انت من تروح تفول 40 لتر ومن يجي البياع يفول 200 لتر؟ ليش هيجي؟ خلصوا الرقابه، وين الرقابه؟ مشكور اخويا حبيبي.